لطفي باشا. قديش بده هذا الجسر ليخلص؟ إذا بنستمر بنفس هي السرعة بيخلص بيومين. ما عم يرتاحوا بنوب، عم يضلوا يشتغلوا طول الوقت وبدون راحة. منيح، لا توقفوا، استمروا بالشغل لأنه ما عنا وقت نضيعه. الأسطول عم يستنانا بنهر تونا، وكراميتكم راح تكون كتير كبيرة، اطمنوا. سلطاني، هالدهر عم يظلمني كثير لأنه عم يفرق بيني وبينك. طيفك يا مولاي ما عم يفارقني ولا لحظة، والله أعلم بأحوالي. حبي إلك هو اللي عم بيصبرني عن فراقك. كلامك الحلو ما عم يروح من بالي، وعم عد الدقايق والساعات لحتى أشوفك فيها يا سلطاني. دنيتي بدونك يا مولاي ما إلها أي معنى. قديش مشتاقة أشوف عيونك وألمس وشك، أنا اشتقت لك كتير يا سلطاني. محمد ومريم وسليم وبيازيد كمان اشتاقوا لك، وهنن كمان عم يدعوا لك كل يوم لحتى ترجع لهم بالسلامة يا مولاي. مولاي الله ينصركن يا مولاي ويسدد خطاكن لترفعوا راية الإسلام بكل مكان، وإن شاء الله بهالحرب المباركة ضد أعدائكن بتنالوا فيها كل أهدافكم وبترجعوا لنا سالمين غانمين بإذن رب العالمين. كمان إبراهيم باشا إله خبر حلو عندي، وأكيد رح يفرحوا كتير. السلطانة خديجة حامل، قلت لازم خبرك يا مولاي. مولاي كتبت لك هي القصيدة وبتمنى أنها تعجبك. اشتقت لأصابعك تلملم الشمس من شعري وترعاه، كم اشتقت لذراعك وهي تنام على خصري، كم اشتقت إلى صوتك وهو يناديني حبيبتي هيام. لم أعد أستطيع الانتظار أكثر، اشتقت إليك يا سلطاني بكل جوارحي، فأرجوك يا سلطاني لا تطل بعدك عني أكثر. سلطانة، أنا لقيت ليعقوب. خديجة، إذا أنت ما بتكوني منيحة، الطفل اللي بطنك ما بيكون منيح. يا ناهي الدوران، احكي لك شغلة، مو الحق معي؟ طبعاً مولاتي، كل الحق معكم. بتذكر كان صعب، سقط الولد لأنها كانت حزينة ومقهورة. يا ريت تفكري بالشغلات المنيحة. مولاتي تعالي هيام. خير، في شي؟ سلطانة بعد إذنك بدي طالع أولادي على الحديقة الخاصة. قلت بركي السلطانة خديجة حابة ترافقني. مو مشكلة، طلعوا. خديجة تمشي لك شوي بلكي بترتاحي. اسمعني مليح، اوعى حدا يعرف انك اجيت لهون على القصر. هذا الموضوع رح يضل سر بيننا، وقت ينتهي شغلك من هون رح يوصلوك بالقارب. وئام شوفي، وئام قال لي قبل شوي انه هو قدر يلاقي للعراف يعقوب ويجيبه، وهلا هن عم يستنونا بقصر الرخام. بلكي حكى شي مو منيح. يعني ما رح تجي معي؟ واقف ورا البرافان، ما في يقابلكن وش لوش يا سلطانة، اسألوه وهو بجاوبكن. طيب إذا بدكن أنا بسأله وبردلكن الجواب. شكراً، ما في داعي، الأحسن إنه نحن نسأله. أنت استنى على الباب وانتبه، إذا إجا حدا بتخبرنا فوراً. يعقوب أفندي. تفضلي سلطانة، عم بسمع. أنا حامل، قلقانة ومشغول بالي على طول. شفت صبي عم يبكي، شايفه لهالصبي قاعد بحضن أمه، شعره أشقر مثل الذهب. انتوا رح تنبسطوا فيه كتير، وهو رح يكون مبسوط بحياته. شفتي يا خديجة، الصبي ما شاء الله. يعقوب أفندي، شوف لي طريقه لإبراهيم باشا. حيرجع لك، بس طريقه مو سهل أبداً، في خطر كبير، بس حيوصل سالم. بس شايف وحدة مثل ضله عم بتراقبه على طول، انتبهي. مين؟ وئام شو عم تساوي عندك؟ بسم الله، من وين طلعتي لي انت يا ست فريال؟ الله يسامحك، كتير خوفتيني، ما حسيت عليكي أبداً. لشو كتر هالحكي هلأ؟ خير إن شاء الله. أنت ليش واقف هون، في شي؟ السلطانة خديجة والسلطانة هيام حبوا يجوا لهون وأنا عم استناهن، يعني بلكي يحتاجوا لهم شي شغلة. سلطاناتك وأنت يا وئام مثل السمن على العسل ما شاء الله. إيه والله هيك، بنشكر الله. نشكره ونحمده. سلطانة، إن شاء الله اطمنتي بعد ما سمعتي كلامه. بنشكر الله. شو قصده بالكلام اللي حكاه بالأخير؟ سمعتي؟ في وحدة هالتشاؤم بلا. هلأ أنت لازم هلأ تكوني متفائلة. مدام قدرنا نجيب يعقوب أفندي لعنا، أنا حابة أسأله سؤال كمان. طبعا رح روح، أصلا راسي وجعني. أنت كتير حزينة ومزعوجة، وهالشي بسبب غيمة سودا بقلبك، كأنه نفسك مقطوع. في واحد ماسكك من رقبتك وعم يضغط عليها. كيف بدها تروح هالغيمة السودا؟ بدي الشمس ترجع تشرق علي. الحل هو الموت. الدم بينظف هالغيوم السوداء. ما ممكن تشرق الشمس مولاي عليكي إلا بهالطريقة. جلالة السلطان سليمان المعظم، لا توقفوا الشغل يا أبطال، نحن بحاجة لكل دقيقة. صرتوا جاهزين؟ إيه مولاي، فينا نمرق الجيش على الجسر هلأ إذا بدكم، بس نحن بحاجة لشي يومين تقريباً مشان نمرق البارود والمدافع. بكرة رح نلتقي بالأسطول اللي جاي من تونا. وفيت بوعدك بالي بيك، قلت وفعلت. طبعاً يا مولاي، بيرجع الفضل للقوة يلي استمديناها منكم. في أخبار من زابوليو؟ قال رح يفكر بالعرض يلي قدمت له إياه، بس لسه ما جاوب. عم بيقولوا رح يدعموه للايوش مولاي. بكرة بمهاجمة نشوف مين بده يدعمه للايوش. إذا زابوليو وافق رح يلبس التاج ويتربع على عرشه. إبراهيم باشا، أمرك مولاي. في أخبار من القصر؟ إجا الرسول مولاي، عم بيقول ما في شيء، كل الأمور بخير. منيح. مو هلا، مستحيل ساوي هالشي بالنهار. رح يجي يوم واخنقك وموتك، بس وقت الكل يكونوا نايمين. ما بدي اسمع صوتك. رح امسكك من هون واضغط شوي شوي. لخلص عليك. انت شو بتحب اكتر، الظهر ولا المغرب؟ ليه؟ لجناستك. المغرب وقت كتير مناسب، بيكون ابرد وكمان ما في شوب ابدا. سمبول اخا، انا شو سويت لك لتحكي معي هيك؟ ليك بعد عن طريقي، ما بدي اشوفك وين ما بروح، والا رح خليك تشوف النجوم بعز الظهر. فهمت؟ فهمت علي ولا لا؟ قوم على شغلك، قوم على شغلك، أحسن لك. يلا ألف يا سلطانة. أنتي تأذيتي؟ ما تأذيت سلطانة، سامحيني. سلطانتي، والله اشتقت لشوفتك اللي بتسر العين. وينو وئام؟ من الصبح مو مبين. بيكون اخذ له شي غفوه. انا عم قلك لانه زودها كثير سلطانه، واحد تنبل والله العظيم وكسول كثير. هلا اتركنا منه. مين هي الجاريه؟ هاي اجت وقت اللي كنتي بقدرنا. قال يا حرام هالبنت كانت كثير مظلومه، صادقه ومؤدبه والله، وما حدا بيسمع لها صوت هون. صح هي صغيرة بالعمر بس هي كتير شاطرة ما شاء الله، بتحب الشغل وما بتقعد أبداً. ليش سلطانة، خير في شي؟ إذا زعجتك بشي فوراً بنحط لها حد. مو هيك، أنت مو فهمان شو بدي. وئام كان عم يدور على جارية تكون مخلصة ومؤدبة، قل له خلص ما بقى في داعي ما يدور. لقيت وحدة بس تخلص شغلها خدها لعندي. انتي بتأمري يا سلطانة. مريم أنا تعبت كثير، ركضت، خلينا نرتاح شوي. ماشي ماشي عمتو، يلا. فرحانة كتير اليوم لأني شايفتك مبسوطة ما شاء الله. الولد هو السبب يا ألفت، واتنيناتنا كتير مشتاقين لشوفته، يا رب ما يطول. شو عرفك ولد؟ بلكي كانت بنوتة؟ لا أكيد ولد، ورح يكون كتير أشقر. قبل يومين أنا وهيام شفنا العراف يعقوب، هو قال لي. يعقوب العراف؟ إن شاء الله يكون هيك، بس أنتِ خليكي بعيدة عن يعقوب أفندي يا سلطانة. أوعي يا سلطانة الوالدة يصير لها خبر، كثير بتنزعج. أنتِ لا تخافي. هاي إجا عيد الأضحى، دخيلك يا درة، ما بدي تنسوا شيء، الأكل والهدايا كمان، برموا على كل البيوت، ما بدي تنسوا فقير أو محتاج. مو رايدة غياب السلطان يأثر على احتفال الناس بالعيد. أوامرك رح تتنفذ بالحرف الواحد يا حضرة السلطانة، لا تقلقي أبداً. بكرة رح ندور عن محتاجين بيت بيت، ومبارح جبنا الأضاحي اللي بدنا نوزعها من الأناضول. خديجة تعالي بنتي. تعالي مريم. قليلي كيفك اليوم؟ مبسوطة كتير. هاها خلينا نشوف هالضحكة. كنا عم نحكي عن تجهيزات عيد الأضحى، قليلي في شي ببالك؟ كان بدي إنه نوزع نص المستحقات على الأيتام والأرامل يا سلطانة. ماشي مريم يا روحي. سلطانة؟ أنتي شو اسمك؟ نيلوفر سلطانة. نيلوفر حلو كتير. وقديش عمرك؟ حوالي 15. سلطانة. من وين انتي؟ بابا اصله من اسكوب سلطانة، بس امي من صوفيا. حلو. من اليوم ورايح انتي رح تكوني جارتي يعني لوفر. روحي هلأ لعند وئام، بخبرك هو شو شغلك، قولي له إنه أنا اللي بعتك. هلا بدي اياكم تنسفوا الجسر. كل مقاتل هون لازم يعرف انه هذا هو طريق النصر، وابدا ما في تراجع. جاهزين؟ يا الله، بسم الله، اطلق! هلا بدي اياكم تنسفوا الجسر. كل مقاتل هون لازم يعرف انه هذا هو طريق النصر، وابدا ما في تراجع. جاهزين؟ يا الله، بسم الله، اطلق! السلطانات بالقصر حبوا يعطوكن هدايا بهالعيد. تعالوا خدوهن شوي شوي، كل وحده منكن رح يطلع لها. لا تتخانقوا على الغراض. سمبول، ليش الجواري عم يعملوا هيك؟ واضح انك مو معلمهم اي شيء. وشو دخلك انت؟ حاجه بقى، لا تخليني اعصب بصبحيه هالعيد. ها، ساوي لي حاله معلم. شو صار لكم؟ اسكتوا بقى، عيب عليكم. شوي شوي. كل شيء بالحديقة صار تمام؟ كله تمام، جهزنا كل شيء، مو بقيان إلا تشوفيها وتعطينا رأيك. والشكر للمعلمة فريال، كتير ساعدتني. من امبارح بلشنا، وئام ساوالنا هريسة كتير طيبة، والله ما بينشبع منها. وكمان إلك مرق بالحلويات يا وئام. ليش هيك؟ واحد بيعرف يساوي حلو بيعمل سم. لا تحكي هيك، حط لهم مية الورد، كتير طيبين. حتى المعلم شكري غار منه، لأنه شكري على أضرب منه. من ذوقها. السلطانة الأم نازلة بعد شوي على الحديقة. وئام، سلطانة هيام جايبة خدامة؟ نيو لوفر، السلطانة بحاجة لوحدة تانية. ست فريال، كنت بدي أسألك من زمان، يعني من باب الفضول، السلطانة هيام ليش مزعوجة منك؟ هذا مو شغلك سمبول. عيد مبارك سلطانة. علينا وعليكي حبيبتي. عيد مبارك عليكي يا مولاتي. وإن شاء الله مبارك عليكي يا ناهي الدوران. مصطفى ليش مو معك؟ هو هلأ مع لطفي باشا، رح يروحوا على أندرون مشان الاحتفال. يا حبيب قلبي، والله كبر وصار شاب وعم بيمثلنا بالاحتفالات، الله يحميه من عيون الناس. بتمنى إنه ينعاد عليكي بخير وسلامة يا مولاتي. وعليكي كمان. يا ريت لو خبروني، كنت بعت الأمير محمد وسليم ع أندرون ليكونوا باحتفال العيد. لو في داعي كانوا خبروكي. مبارك العيد عليكي. عيد مبارك عليكي يا سلطانة. وعليكي يا بنتي. يا بشوات، المجر متعودة على أسلوبنا القتالي، وهي مانا عدو سهل أبداً. يعني إذا ما حطينا خطة جديدة هاي المرة، ممكن يحاولوا يهزمونا لأنهم بيعرفوا أسلوبنا التقليدي. لازم أول خطوة تساووها هي إنكن تفاجئوا لايوش أثناء المعركة. مولاي، المفاجأة والخديعة بالحرب كتير مهمين. الخطة اللي حطيناها بتقول نثبت الوسط ومنهاجم العدو على شكل دائرة من اليسار واليمين مثل ما تعودنا. بس إذا انتبهوا المجريين وما دخلوا جوات الدائرة، حملتنا رح تطول. أنا برأيي إضافة لانسحاب قواتنا من المركز، رح نسحب واحد من الأجنحة الموجودة من اليمين أو اليسار. هيك العدو المجري رح يجي على الموقع اللي نحن بدنا إياه بعد ما يكون فكر إنه نحن انهزمنا. موافقين، بس بالأول لازم نتفق أي جناح يلي بده ينسحب. مولاي بعد إذنك، أنا رجالي بيتحركوا بسرعة كبيرة، أنا بنسحب. طيب، رح نكون نحن مستعدين، لكن هجومنا ما رح يتم إلا بعد هجومهم هن. هيك عدونا رح يتورط وبسرعة رح يكشف حاله. بس يبدأ الهجوم رح يتراجع الجنود يلي رح يكونوا واقفين عند المركز ليوصلوا لعند المدافع اللي رح تكون مربوطة بجنازير مع بعضها البعض، وربطناهم طبعاً مشان ما يتقدم العدو من هذا المكان. وبعد هيك بالي بيك رح ينسحب انسحاب مؤقت. وبعدين بسام باشا رح يفاجئ العدو من ورا. بالي بيك رح يفتح ممر صغير هون باتجاه النهر مشان يقدروا يهربوا. بس ليش لحتى نخليهم يهربوا يا باشا؟ لأنه هالشي هاد إذا ما صار بيحاربوا حتى الموت، وهيك نحن اللي رح نخسر. مولاي، مزبوط إبراهيم باشا، الجنود عم يستنوا خطتنا الجديدة. لجوا، يلا 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 يلا. وقفوا جنب بعضكم بسرعة. ليش؟ شو في؟ ليش؟ شو شايفيننا عساكر؟ وقفوا منيح، ما بدي اسمع صوت ولا وحدة منكم. شش، وشك لقدام، لا تخربطوا الصف. روحي قولي لوئام ناطرينه. لا تنادي له لهالمصيبة، شو بدنا فيه هلا؟ الله يوفقك اسكت بقى حاجة، أصلاً أنا مو ناقصتك سمبول. لازم الواحد ما يحط بقلبه بطق. قولي لي شو مشكلتك مشان نحلها؟ إبراهيم كتير رح ينبسط. برأيي كان لازم تخبريها سلطانة. بس مولاي هلأ بيكون قرأ رسالتي. إن شاء الله ما تكوني قلتي له إني حامل. ما كنت بعرف إنه هالموضوع سر، كان بدي مولاي يفرح بالموضوع يا سلطانة. إيه سر؟ يا ريت لو عذبتي حالك واستشرتيني يا هيام. هاي الأمور يا هيام خصوصياتي. عملت هريسة وحبيت إنكم تذوقوها يا سلطاناتي، بتمنى تحبوها. ما في قدام جيشنا إلا طريقة واحدة بس لحتى نقدر نهزمهم، واللي هي إنه نفاجئهم بهجومنا. هجومنا رح يخلينا نتغدى فيهم بالأول قبل ما هن يتعشوا فينا ومنقتل سليمان. إذا السلطان سليمان بيموت رح يسيطر عليهم الخوف، وطبعاً هيك خطتهم بتفشل وجيشهم أكيد بوقتها رح يتراجع، وهيك منكون نحن انتصرنا. ليوش العظيم أندريا، اللي بسرعة شو المصيبة؟ زابوليو بعت لنا إنه تراجع عن دعمنا بهي المعركة، قال رح يرجع على أرضه مع جيشه. روح قل له لزابوليو تبعك الجبان الشعب المجري ما رح يسامح أي حدا بيطعنه بظهره وقت الشدة أبداً.